سلام البنات، ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد ووصفة جديدة على قناتكم سما أولاد. اليوم إن شاء الله غادي نوجد لكم ساندويش اللي كيجي أكثر من رائع، لذيذ بزاف. كنتمنى أنكم تجربوه وينال الإعجاب ديالكم حيت فعلا كيستحق التجربة. ودابا بلا ما نطول عليكم ندوزو نشوفو المكونات اللي احتاجنا لهاد ساندويش، فبقاو معايا. بالنسبة للمقادير اللي غادي نحتاجو، عندنا الطون ديال الزيت، وغادي نحتاجو الزيتون بلا عظم يعني مقطع على هذا الشكل كما كتشوفوا. المهم بالنسبه للكميه راه ما غنذكرش لكم الكميه حيت كتبقى على حساب افراد الاسره، يعني شحال من ساندويش غتعمروا. هنا عندنا مطيشه قطعتها بحال هكا، وغادي نحتاجو البصله اللي شلطتها صغيره بزاف على هذا الشكل كما كتشوفوا. وغادي نحتاجو خزو اللي بشرتو على هذه الطريقه، وغنحتاجو بيض مسلوق قطعتهم على جوج بحال هكا، يعني قسمتهم على جوج، ممكن انكم تقطعوه على شكل دوائر. وهنا عندنا مكوره، بالنسبه للمكوره غير كاضافه، انا زديتها غير من راسي حيت ما توفرش ليا صراحه الخس، ودرتو بلاصتو وصراحه جا لذيذ بزاف. هنا غادي نحتاجو كاشير اللي قطعتو على هذا الشكل كما كتشوفوا معايا، وغادي نحتاجو مايونيز. بالنسبه للمايونيز انا درتو في الدار، يعني مايونيز منزلي، راه ديجا حطيت لكم الطريقه اللي كنديرها. وهنا عندنا الكورنيشون اللي قطعتو على هذا الشكل كما كتشوفوا، وعندنا هنا الفريت، وكيتشوب، وعندنا الحار. بالنسبه للحار كيبقى اختيار، يعني على حساب واش كتبغيو الحار ولا لا. من بعد ما ذكرت لكم جميع المكونات، دابا غادي نوجدوا المايونيز ديالنا، يعني غادي نزيدوا عليها شي اضافات. غادي نزيدوا خزو مبشور، والكورنيشون حتى هو مبشور، وعندنا الثوم، وعندنا القزبر. غادي نزيدوهم كلهم على المايونيز. بالنسبه للمايونيز راه قلت لكم صنع منزلي، راه غتلقاو الفيديو نخليه لكم في صندوق الوصف، او لا غتلقاوه هنا الفوق فوق الفيديو. المهم غادي نخلطوا هاد المكونات، ومن بعد غادي نبداو نعمرو ساندويش ديالنا. من بعد ما شدينا الباريزيان وحيدنا منه البابه ديالو، انا ضروري كنحيد البابه للوسط، دابا غادي ندهنو بلاصوص اللي وجدت معاكم، كتجي لذيذة بزاف. وغادي نبدا نعمر بالمكونات اللي ذكرت لكم باش ما نطولش عليكم الفيديو، حاولت نسربي هذه المرحله. المهم غادي نعمر بجميع المكونات اللي ذكرت لكم، ومن بعد نعاود نرجع معاكم.
وهنا البنات من بعد ما عمرنا ساندويش ديالنا دابا غادي نديروه في طبق التقديم ونعود نرجع معكم ان شاء الله باش نوريكم الشكل النهائي ديالو كيفاش كيجي. كيجي لذيذ بزاف وكيكون هذا هو الشكل النهائي الساندويش اللي حضرت معكم اليوم. كيجي لذيذ بزاف، تيقوني انه كيجي زوين بزاف. كنتمنى انكم تجربوه وتخليوا لي الاراء ديالكم في التعاليق، وما تنسوش اذا كنتو جداد واول مره كتشوفوا القناه ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس باش هكا ان شاء الله توصلوا بكل جديد ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. الى اللقاء.